مشاهدون مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، نتحدث اليوم عن التكتلات الاقتصادية في دول إفريقيا أو التكتلات الاقتصادية الإقليمية وأهميتها في التنمية. اليوم تسعى كثير من القارات إلى توحيد دولها، الاتحاد الأوروبي كمثال للاتحاد الموجود العالم وهو يربط دول أوروبا، هناك اتحاد دول جنوب أمريكا، هناك اتحاد دول آسيا، هنا في أفريقيا أيضا في الاتحاد الأفريقي، في اتحادات إقليمية اقتصادية تعنى بالتكتلات الاقتصادية. من ضمن هذه التجمعات الموجودة في أفريقيا مثلا تجمع كوميسا وتجمع صادق، تجمع الساحل والصحراء، تجمع كاميس وغيرها من التجمعات الاقتصادية، واتحاد الدول المغرب العربي. اليوم نتحدث عن المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا المعروفة اقتصارا بالسيماك. هذه المجموعة أخذت طابع كبير جدا، واليوم بدأت تنشط نشاط كبير وتساعد في التكتلات القوية لدول أفريقيا المركزية. مؤخرا عقد مؤتمر لدول أو لقادة الدول السيماك في العاصمة نجمينا، وشهد هذا المؤتمر أو هذه القمة شهدت زخما كبيرا جدا من وسائل الإعلام الأفريقية، وخصوصا بحضور قادة كبار جدا في هذه القمة كالرئيس إدريس ديبي إتنو، وهو الذي استضاف هؤلاء القادة، ومن ضمنهم أيضا رئيس الكاميرون بول بيا الذي غاب كثيرا عن القمم الأفريقية ولكنه حضر في هذه القمة. هذا أيضا أعطى طابعا لأهمية هذه القمة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، دول السيماك هل تستطيع أن تشكل تكتلا قويا يوازي أو يشابه التجمعات الأخرى التي اليوم شكلت صراحة ترابط قوي بين دولها؟ أنا لا أتحدث كثيرا في بداية الحديث، ولكن أترك الحديث لأصحابه. اليوم معي في داخل الاستوديو الأستاذ الدكتور صالح أبو بكر علي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك فيصل، وكذلك عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية سابقا بجامعة آدم بركة. أهلا وسهلا بك بروف. كما نرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة وهو الأستاذ أبو بكر دسوقي حسن، باحث في مجال الاقتصاد ولديه رسالة ماجستير كتب في حول التجمع أو حول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا السيماك. نرحب في داخل الاستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو بكر. أهلا وسهلا بك. بداية لو بدأنا الحديث مع أستاذ أبو بكر، بالنسبة لك كتب رسالة كاملة حول هذا التجمع أو حول السيماك، رسالة ماجستير، حدثنا في البداية متى بدأ إنشاء هذا التجمع، والتجمع أيضا يهدف إلى ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لشخصك الكريم على الدعوة، ونكون إن شاء الله بمعية الأستاذ الدكتور صالح أبو بكر، فالحمد لله يعني أستاذ باحث وما شاء الله تأثرنا معه في السابق في جمهورية مصر العربية وتعلمنا منه الكثير وما زلنا نتعلم منه الكثير. بالنسبة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، هي لها خلفية استعمارية، كانت في البداية تكونت من الاتحاد الجمركي الاستوائي ده في عام 59، بعد كده اتطور إلى الاتحاد الجمركي اللي هو لوسط أفريقيا اللي هو يسمى بجماعة الإيدياك، هذا كان في عام 1964، تطور ذلك إلى أن أصبح الاتحاد الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا في عام 98، وتتكون الجماعة من مجموعتين، هو الاتحاد الاقتصادي والاتحاد النقدي. الاتحاد الاقتصادي هو الاثنين يعملان معا لتحقيق التكامل الاقتصادي في إقليم وسط أفريقيا.
من ضمن أهداف الجماعة الاتحاد الاقتصادي هو تعزيز القدرة التنافسية بين الجماعة، قيام سوق مشتركة تقوم على حرية انتقال الأفراد والرأس المال والأفراد والسلع كله مع بعض، وتنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية. فيما يتعلق بالخلفية التاريخية لها أو كإجمالا نأخذه من التكامل كفكرة عن الاتحاد الإفريقي، حيث دعا لها منذ قمة لاغوس عام 1980، بدأ في إنشاء أو دعوة الدول الإفريقية إلى إنشاء تكتلات اقتصادية، فتم تقسيم الدول أو الدول إلى إقليمية، تجمعات إقليمية، نجد دول الاتحاد المغربي، نجد في الشرق الكوميسا، نجد في الجنوب السادك، نجد في الغرب جماعة السيدياو، فجميعها دعا الاتحاد الإفريقي إلى تكامل هذه الدول مع بعض، قسمها إلى إقليم حتى يتم تنسيق السياسات فيما بينها والوصول إلى منطقة التكامل الإفريقي عامة. فهذا ما أدى إلى دعوة الدول إلى إقامة هذه التكتلات. وطبعا الاتحاد الإفريقي أيضا نظر أنه إقليم وسط إفريقيا أيضا له عدة دول، فتم إنشاء هذه الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا من أجل تحقيق عملية التكامل، حيث هي أصلا تربطها عدة أشياء تدعو إلى قيام الجماعة الاقتصادية والنقدية فيما بعد، حيث أنها وصلت إلى تحقيق العملة الاقتصادية في بين الدول الأعضاء. دي كمقدمة دكتور البروف، بالنسبة للمقدمة مقدمة جميلة جدا حول متى بدأت الدول أو دول وسط أفريقيا تفكر في إنشاء المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، ولكن نريد أن نعرف المشاهد بأن هذه الدول أو الدول التي تشكل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ما يعرف اقتصارا بالسماك هي 6 دول: جمهورية الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تشاد، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الغابون، وغينيا الاستوائية. هذه هي دول السماك. بروف، بالنسبة لدور التجمعات الاقتصادية الإقليمية في التنمية بصفة عامة وفي أفريقيا بصفة خاصة، دورها شنو؟ التجمعات لو تحدثنا عنها بصفة عامة، التجمعات الاقتصادية في دول أفريقيا اليوم قد وصل عددها إلى حوالي 8 تجمعات أو أكثر من ذلك. بداية بعد الشكر والتقدير لدعوتكم لهذا البرنامج الذي لا شك في أهميته والقضايا التي تطرح فيه، وسواء ما لهم شعبية في الداخل والخارج. هذه بالنسبة لموضوع التجمعات بشكل عام هي قديمة، إذا ما طبعا أشرت في مقدمتك وهذا إطلالة جيدة وأبحرت بنا في العالم وفي التجمعات الاقتصادية، يكفي أن نقول مثلا الاتحاد الأوروبي الذي الآن نحن وصلوا إليه إلى ما وصلوا إليه، مع وجود بعض طبعا حالات انفصال الحالة البريطانية، بدأوا بالاتحاد الحديد والصلب يعني فترة مبكرة في الخمسينات بداياته. فأيضا يعني طبعا في ظل الحرب الباردة كانت هذه التجمعات دخل فيها الإطار الأيديولوجي وأصبحت تتزاوج بين توجهات وما شابه ذلك. بعد انتهاء الحرب الباردة وتشكل النظام الدولي الجديد أصبح الاقتصاد هو الركيزة الأساسية وهي الوجهة أينما توجه الدول أو المجموعات، لذلك نجد أغلب التجمعات وأصبح الوجهة الأساسية هو الاقتصاد. وبات التنافس بين الغرب، بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية داخل أفريقيا، نحن طبعا حديثنا عن أفريقيا، أصبح الاقتصاد هو الأساس. في السابق هناك نوع من طبعا الدول الإسلامية في إطار التسابق الأيديولوجي، لكن القارة طبعا حينما نتحدث عن القارة ما بعد الستينات بعد الكيانات السياسية والانفضاض من الاستعمار بشكل تقليدي وكذا، وبدأت رؤية اقتصادية للاقتصاديات للتجمعات الإفريقية سواء الإكواس أو السماك أو الساداك أو الكوميسا
أو التجمعات الأخرى الداخلية، هناك تجمعات أخرى صغيرة ولكنها ليست لها بعد جغرافي كما هو، رغم أن الكميسة يجمع بين الشرق والجنوب، الشرق والجنوب باستثناء طبعا انسحاب بعض الدول. هذه التجمعات أهميتها الآن بدأت تشكل أهمية كبرى، في السابق عبارة عن إطار معين للتعاون والتنسيق بين مجموعة من الدول لديها البعد تكاملي، تكاملي فيما بينها بحيث دولة معينة لديها القطاع المعين فيه تطور وقطاع آخر الطاقة إلى آخره. وهذا ربما نستطيع أن نمثل في نجد أن مثلا التجمعات الأخرى، هناك نيجيريا في إكواس تعتبر بنية تحتية وإلى آخره ولها صفات معينة جعلتها هي في المقدمة، رغم أن المؤتمر التأسيسي المؤتمرات الأهم في لومي وفي دكار ووضعت الأسس والثوابت في تلك القمم، لكن هناك دولة محورية. إذا ما جئنا للساداك للسماك ونريد أن نبرز مدى أهميته، في السابق طبعا الإكواس أخذ الدور بشكل كبير باعتبار أقرب منظمة تجمعية من الناحية الجغرافية، لاعتبارات أنهم سبقوا في بعض الإنجازات فيما يتعلق بالانتقال، حرية تنقل الأموال، حرية القيام بالمشاريع هامة، وتوزيع القطاع للتخصصي للدول، دول معينة في الانتاج الحيواني، دول معينة لديها بنية تحتية جيدة فيها المصانع وفيها الانتاج الصناعي وما شابه ذلك، وذهبت بعيدا في هذا الاتجاه. سماك، إذا نظرنا إلى سماك في السابق، لذلك نجد أغلب التحليلات تطفي ضوءا كبيرا على السماك ثم الساداك في الآونة الأخيرة في الجنوب، في الجنوب في الجنوب، حيث يوجد بنية تحتية وإلى آخره في جنوب أفريقيا باعتبار أنها قطب كبير على المستوى العالمي ليس الإقليمي فقط. لذلك كان السماك إلى حد ما إلى حدود العوام الماضية حين هذه ونسبة النمو دخل فيها الدول النفطية قفزت إلى درجات من المستويات من التنمية يمكن لها أن تتفاعل اقتصاديا. صحيح. هذا جعل من السماك الآن يسير في اتجاه الأهمية والخروج من التهميش السابق وفقا للتحليلات ووفقا للمكونات في ذلك الوقت. وبالنسبة تأكيدا على أهمية الاقتصاد، أنت ذكرت في معرض حديثك، أصبح الآن الاقتصاد ليس له حدود. كما لا يخفى عليكم مجموعة بريسك، هذه مجموعة البرازيل وجنوب أفريقيا والصين والهند وروسيا، إذا بحثنا عن رابط جغرافي نجد أنها بعيدة متباعدة. إذا بحثنا في التاريخ لا يلتقوا إلا في العودة إلى التاريخ القديم الإنساني ربما، وهذا يلتقي في جميع الأمم. صحيح. الأيديولوجيا كانوا أيضا في اتجاهات متباينة، وهناك صراع قديم صيني هندي، مع ذلك كل هذه الأمور وضعت جانبا وتم الاهتمام بالاقتصاد. فإذن الاقتصاد أصبح الآن الركيزة الأساسية. تمام. خلينا أنت كده ذكرت أهمية التكتلات الاقتصادية بصفة عامة. السماك، اتحاد المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا، السماك البضم 6 دول، وتشاد أيضا تعتبر دولة محورية ودولة كبيرة جدا في الاتحاد. الاتحاد بداية إنشاء هو قالوا قام على أنقاض الاتحاد الجمركي، ومنذ 94 كانوا يفكرون في إنشاء هذا الاتحاد أو كمان بداية تكوين المجموعة. من 94 لغاية اليوم تقريبا كم، 20 سنة، 24 سنة أو 23 سنة، فرق يعني مدة 23 سنة أو 24 سنة، أليست هذه المدة كافية لتكامل الاقتصاد بين هذه الدول؟ نعم، كما أشرت طبعا أو الواقع يحكم ذلك أن الدول هذه لم تنهض إلا في فترات بعض، إذا طبعا إذا بعض الدول كان لها استقرار سياسي وأيضا اقتصادي ولديها بنى تحتية يكاد يكون الأفضل في التجمع، الكاميرون مثلا، لكن بالنسبة لي مثلا تشاد ظروف ما قبل التسعينات وإلى أوائل التسعينات وإلى عهد قريب، يعني هناك والتكامل دائما يأتي من وجود تباينات. صحيح. وكلما وجد تباين في الإنتاج عبارة عن يعني بالمفهوم القديم مقايضة، فإذا كنا في ذلك الوقت الدول كلها تعتمد على الزراعة
والقرب الجغرافي يؤدي إلى تشابه في الإنتاج الزراعي، وعدم وجود قطاع صناعي يؤدي إلى استخراج سلع قائمة على التصنيع، فبالتالي أصبح ما لدي لدى الآخر، فهنا لا يمكن أن يكون هناك مقايضة. يعني الآن حتى في الحياة البدائية هناك مقايضة بين كما نسمع في طبعا في العموم القارة الأفريقية أو المناطق الرعوية والذات التماس بالمناطق الزراعية، أن هناك حراك يحدث حين تلاقي الرعاة بالمزارعين. صحيح. لأن هذا النمط الحياتي نتيجة للزراعة هناك فائض من الغلال، وهذا باعتبار الثروة الحيوانية إلى آخره، فيحصل نوع من المقايضة. صحيح. بينما هذه الدرجة من المقايضة والتكامل لا يحصل بين الأنماط المتشابهة. وبالتالي في الآونة الأخيرة الآن نحن نرى غينيا الاستوائية ما حصل فيها من نهضة هائلة جدا. وأصبح هناك عمرانية رهيبة، وأصبحت بين صباح ومساء، أو يعني طبعا التشبيه قد يكون مبالغ فيه، بين فترة وجيزة أن تستضيف محفل كبير. صحيح. وطبعا سواء رياضي أو غير ذلك من القمة العربية الأفريقية استضافتها. فهذا وجات ايضا حتى نعم اليوم مقارنه مع السنوات السابقه كانت فيها بنيه تحتيه جيده، والان يعني الان بالامكان اقامه مؤتمرات، وايضا القمه الاخيره دليل على ذلك. فبالتالي اصبح هناك تغير نوعي في هيكليه الاقتصاديات، مما استدعى ان يكون هناك امكانيات ماليه للاستثمار الصناعي او الاستثمار التجاري. يعني الان رجال الاعمال ايضا هنا وفي غينيا وفي كاميرون أصبح لديهم إمكانيات وخبرات ووجود بنية تحتية مشجعة على أنهم يأتوا إلى جهات. صحيح. لقيام ببعض المشاريع الزراعية. صحيح. أو بتبني شركات مشتركة لتصدير بعض السلع الموجودة في تشاد. الآن الصمغ العربي لا يوجد في الكاميرون، لكنها مطلوبة في الكاميرون وفي الدول الصناعية الأخرى، وأيضا بعض الحاصلات تمتاز بها تشاد ليست موجودة هناك، ونحن الآن لدينا سلع نأتي بها من الكاميرون وسلع نصدرها إلى الكاميرون. أصبح هناك يعني أصبح أزف الوقت. هذا الكلام يجرني إلى سؤال آخر، وهو نوجهه للأستاذ أبو بكر وهو باحث في المجال ده. أستاذ أبو بكر، من ضمن الأحداث التي وضعتها المجموعة أو مجموعة السيماك هو إمكانية إنشاء سوق مشتركة بين هذه الدول، فبصفتك كباحث ما مدى إمكانية إنشاء سوق مشتركة بين الدول الستة؟ هل يمكن إنشاء هذا السوق في الوقت الآجل أو في الوقت القريب المدى القريب؟ شكرا لك. هو إمكانية قيام سوق مشتركة هو وارد جدا إن شاء الله، بس إذا ما سمحت الظروف، لأن أنت تعرف التكامل الاقتصادي له مراحل. صحيح. من يبدأ من كنظرة عامة يبدأ من منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي، سوق مشتركة، إلى اتحاد اقتصادي، اتحاد نقدي. وصولا إلى السوق المشتركة يتطلب تنسيق السياسات بين الدول، إلا أن بدأت الجماعة في تنسيق السياسات فيما بينها، إلا أن تشوبها بعض المشاكل والمعوقات التي أدت إلى إعاقة اكتمال السوق المشتركة، لأن الجماعة هي في بدايتها وضعت خطة خماسية لمدة ثلاثة فترات خماسية، من تبدأ من 99 إلى ما بعد ذلك، فهي وضعتها لكي تنفذها في إطار السوق المشتركة. أهم ما يعوق اكتمال هذه السوق المشتركة مشكلة البنية الأساسية، البنية التحتية. البنية التحتية بين الدول الأعضاء. وجه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات عقب الإنشاء إلى إنشاء شبكة طرق بين أو بما يخص عواصم الدول الأعضاء. الدول الستة. أيوة الدول الستة. إضافة إلى ذلك عندنا مشكلة عدم الاستقرار في هذه الدول بعد إنشاء الجماعة. طبعا الجماعة لها عدة مؤسسات، مؤسساتها منقسمة بين الدول الأعضاء، فإمكانية التنقل من دولة إلى أخرى أدت تشابتها بعض العقوبات أو بعض المعوقات أدت إلى تأخير اكتمال إنشاء السوق المشترك. نجد في قمة الأخيرة اللي أنجمينا إن تم الاتفاق بين الدول الأعضاء إلى حرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات، وهذا يعني يعتبر من النتائج الجيدة من ضمن الأهداف التي
وضعتها الجماعة، وإن كان تأخرها حتى الآن إلا أنها يعتبر يعني إنجاز ملموس للجماعة، لأنه منذ تأسيسها وكان الهدف سرعة تنقل حرية انتقال السلع والخدمات بين الأفراد، إلا أن بعض الدول يعني كانت تعيق ذلك وعدم التوقيع على الاتفاقيات. نجد مثلا الكاميرون، نجد مؤخرا أوقاد، ونجد الغابون وغينيا الاستوائية دائما تعوق عملية انتقال حرية الأفراد والسلع والخدمات. الغابون وغينيا الاستوائية لأنها هي تمتاز بمعدل نمو عالي بخلاف عن بقية الدول الأخرى، بالإضافة إلى أنهم حتى بعضهم يعني يرى أنه طبعا مثل الكاميرون نسبة السكان عالية بمقارنة بالغينيا الاستوائية، فحرية انتقال الأفراد يرى الغينيون أنهم يعني انتقال للأفراد الكاميرونيين إلى ممكن هناك يكون نزوح للشعب الكاميروني إلى غينيا، وهذا أيضا يعني بسبب أن ضعف التوعية لشعوب المنطقة حول إمكانية أو فرص التكامل. يعني باللغة البسيطة يعني دول السماك بعضها يرى أن عملية التوقيع على حرية الانتقال تضر بدولته ذاتها. يعني دولة غينيا الاستوائية بتقول أنا إذا كان وقعت الاتفاقية دي وأنا شعبي شيء ونموك كويس واقتصادي كويس ممكن الشعوب التعبانة تجي تنصف في الدولة. أيوة. ده يعني دم أو قوة. أو ده السبب، لكن هو في حين إنه مثلا هم معدل نمو بالنسبة لغينيا عالي وتوجد بعض الخدمات إذا توافد إليها بعض الأيدي عاملة، وهو أيضا النزوح لا حتى الاتفاقيات هذه نظمت كيفية الانتقال، حددت مدة معينة للمكوث هناك، وحتى وضعوا قيود في حال إنشاء مثلا شركات، مثلا إذا شركة عادية تريد أن تفتح مقر هناك في غينيا في ضوابط وشروط لازم تتوفر بها، أيضا إذا في مستثمرين من هناك يأتوا إلى تشاد أيضا في قيود وضوابط كل دولة تلتزم بها. ليس الأمور هكذا، وإنما هم عدم دراية بفوائد التكامل فحسبوا مثل هذه. جميل. هو أظن في بعض المشاهدين أيضا لا ممكن لا يعرفون كلمة إنشاء سوق مشتركة. المقصود بالسوق المشتركة شنو؟ ممكن تفصلها. السوق المشتركة يكون فيها توحيد التعريفات الجمركية وتوحيد السياسات في مواجهة التجارة البينية بين الدول وبين الدول الأعضاء والدول خارج الاتحاد. جميل. السوق المشتركة لسه بتتحدث عنها دي، لو افترضنا جدنا الدول أو المجموعة استطاعت أن تفتح سوق مشتركة بينها، من المستفيد الأكبر؟ في الوقت الحالي طبعا في بعض الدول متفاوتة، دول السماك أيضا متفاوتة، ليست كلها على مستوى واحد. دائما الدولة التي تستفيد من التكامل الدولة التي متفوقة من ناحية الصناعة، ليس تستطيع أن تصدرها لأن نسبة صادراتها إلى الإقليم حوالي 90% من إجمالي صادرات الدول الأعضاء للجماعة. عجيب. يعني إذا تطرقنا إلى الدول كواحدة تلو الأخرى نجد أنه الكاميرون ثم تشاد تستفيد بمعنى أنها دولة حبيسة ما عندها بحر. أيوة. في إذا وصلت إلى سوق مشتركة أو إتمام عملية السوق المشتركة بين الدول الأعضاء يؤدي إلى نوعية من الانفتاح وحرية التنقل بين الدول الأعضاء، يسمح لها بإمكانية وصول الصادرات الواردات بسهولة نحو السوق التشادية. يعني تشاد ممكن تكون مستفيدة. مستفيدة. لأنها دولة حبيسة. أكيد. دكتور بالنسبة للكلام اللي قاله أستاذ بكر كلام جميل جدا حول إمكانية إنشاء سوق مشتركة، لكن تطرق إلى مسألة ممكن تعيق عملية إنشاء سوق مشتركة وهي شبكة الطرق. يعني لابد أن تكون هناك في شبكة طرق تربط بين العواصم الستة. هل في الوقت الراهن ممكن نقول الدول دي تستطيع أن تعمل شبكة ممكن تربط بين عواصمها حتى تكتمل الصورة؟ هي طبعا المواصلات أو البنية التحتية بمفهوم العام هي أساس التنمية. أساس التنمية وأساس الانطلاقة، لأن يعني بمعنى التعاون الاقتصادي بمعنى انتقال السلع وانتقال بمختلف أنواعها وما شابه ذلك، وهذا وهناك السلع تستدعي سرعة الوصول لكي تكون ذات فاعلية. فشبكة الطرق
ليست هناك طرق سريعة تربط بشكل مباشر. هذه الطرق متهالكة إلى حد كبير. وأيضا الناحية الأخرى بعض الكاميرون فعلا لديها بنية تحتية جيدة، وهي البنية التحتية هذه داخلية أكثر ما تكون، سواء سكك حديد، سكك حديد وما شابه ذلك. وهذه سكك حديد قامت على إطار إطار وطني أكثر منه تكاملي. لذلك التجار مثلا الآن حركة النقل والتجارة بالنسبة لتشاد يعني تأخذ فترة طويلة ما بين نقل بحري إلى دوالا ثم نقل عبر السكك الحديد إلى غاوندري، من غاوندري يتم تفريغ وتحميل إلى شاحنات، وهذه الشاحنات تسير في طرق تكاد تكون يعني غير ملائمة إلى أن تصل السلع وهذا سبب الغلاء الذي يحير البعض بالنسبة للسلع المصنعة، بينما في مسافة قريبة هناك أسعار منخفضة. هذه طبعا هذا يحتاج إلى استراتيجية وميزانية كبيرة جدا، لأنها طرق مكلفة. الآن طبعا في خطط لربط البلاد بالكاميرون عبر طريق حديدي لنجمينا، وربط أيضا عبر الشرق بميناء بورسودان، وهذه أعتقد إن أنجزت سوف تحدث نقلة كبيرة. لكن المسألة تتطلب قدر من الإرادة ومحاولة تساهم كل دولة بإمكانياتها من منطلق الدخل القومي أو من منطلق الموارد الموجودة فيها. فأعتقد أنه من مصلحة الجميع أن يكون هناك ربط عبر السكك الحديد أو سواء الطرق البرية. أيضا هناك أصبح من الضروري المكان أن يكون هناك طرق المطارات، المطارات النقل الجوي. الآن هناك تجارة كبيرة عن طريق يتم عن طريق الجو، وأيضا تنقل رجال الأعمال. الطرق البرية لا تسهم في سرعة الحراك لإتمام الصفقات واللقاءات بين مختلف الفئات الفاعلة سواء الرسمية منها أو القطاع الخاص. فلذلك نعود ونقول أن البنية التحتية وخاصة الطرق في غاية الأهمية، وعنصر الاتصالات الآن اتصالات أيضا. الآن الإيكواس كان هناك في فكرة لربط أيضا الاتصال السلكي واللاسلكي، وربما تمم هذا الأمر. فوجود سرعة اتصالات، سرعة المواصلات، لأن انتقال هذه السلع يحتاج إلى ظروف معينة صحيح. للوصول في ظروف تكون ملائمة لكي تكون على جودة عالية. أكثر السلع الزراعية الآن حتى داخل تشاد، هل السلع التي في الشمال تصل إلينا بمستوى من الجودة لحظة الاقتطاف أو لحظة الحصاد؟ هل السلع الجنوب تصل؟ يعني هناك نفس الحكاية وأشد صحيح. لأن المسافات أبعد الآن، أبعد مكان ممكن نجلب منهم محصول معين يكاد يكون 1000 كيلو مثلا صحيح. أبشع مثلا. هل السلع بعض السلع الآن يمكن إيصالها هناك بجودة عالية؟ لا يمكن صحيح. الأمر يحتاج إلى سرعة نقل. فإذا هذه قضية أساسية جميل. أما تنفيذها فمرهون بالإرادة الدول الأعضاء، لأن الإمكانيات موجودة وهناك شركات تقوم بها مسبقا وربما تدفعها في جميل. المجموعة الاقتصادية النقدية لوسط أفريقيا الاقتصار هي السيماك. بعض المحللين وخصوصا في القمة الأخيرة أنا تابعت بعض القنوات الأفريقية قالوا إن تشاد تكون هي المستفيدة الأكبر من هذا التجمع، نسبة لأن تشاد دولة مغلقة، دولة حبيسة، دولة لا منفذ بحري لها، وبالتالي الانفتاح على هذه الدول وتسهيل عملية تنقل الأفراد والبضائع ممكن أن تستفيد منه أكبر. ما مدى مصداقية هذا التحليل؟ نعم، هذا في جزء كبير منه واقعي، لأنه طبعا لكن لا نمكن أن نقول هي الأكبر المستفيد، لأن هناك دولة حبيسة أخرى معنا في سنتر أفريقيا، وهي تصدر يعني سلع تكاد تكون من الأهمية بمكان الأخشاب وما شابه ذلك، وهذه تتطلب يعني لا يمكن يستحيل أن تنقل جوا يعني صحيح. يعني ممكن بعض السلع في تشاد قد تنقل جوا لحاجة شركات والسمسم وما شابه ذلك والقطن وما شابه ذلك في ظروف معينة، قد تنقل عن طريق الكاربو، هناك صحيح. نقل طائرات عملاقة صحيح. أما بالنسبة للأخشاب والأخشاب وما شابه ذلك هذا يحتاج إلى طبعا ضرورة الاتصال بأي ميناء في أعلى البحار. لكن طبعا مسألة الكون دولة حبيسة وهذه عقبة، لا، هناك قانون عالي بحار، هناك أمور منظمة، لكن في إطار السماك يصبح هناك المسألة فيها قدر كبير من يعني
التعاون الذي ربما يجعل تشاد ليست قلقة في أن تفاجأ بمنع تصدير سلعها عبر ميناء معين طبعا بالجوار. فهذه القوانين والضوابط هذه تفرض على وتلزم هذه الدول بأن يكون هناك نوع من التنازلات ونوع من التعاون المشترك. صحيح. الشيء الآخر تشاد الآن في إطار ترتيباتها لأن يكون لها منفذ على البحر قد تكون هذه الدول هي المستفيدة الآن في ظروفنا الحالية في تجارة ترانزيت. صحيح. تأتي تنزل في دولة. نيجيريا أو دولة وتمر على مرأة إلى أن تدخل إلى السودان. صحيح. في سلع مطلوبة في غرب السودان وصولها عبر من هنا أفضل. فيما إذا أمكن أن يكون هناك نوع من تنفيذ لهذه البرامج الربط البلاد بالشرق وبالسودان أعتقد هذه الدول أيضا تكون مستفيدة. يعني بصفة عامة نستطيع أن نقول استفادة مشتركة. بصفة عامة نستطيع أن نقول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا السماجة الدول الستة كلها مستفيدة. مستفيدة. نعم. لا نستطيع أن نقول كونه الدول الفلانية هي المستفيدة الأكبر. نعم. يعني كل واحد محتاج إلى منفعة الثاني. إلى آخر. جميل. تكامل يعني الآن مثلاً. التكامل. الثروة الحيوانية. صحيح. كل الدول فيما عدا تشاد تعتبر دول مستهلكة ومستوردة للحوم. في آن واحد معتمدة على صادراتنا صادرات تشاد وربما السلع المصنعة نحن محتاجين إلى الكاميرون والسلع المنتجة في كاميرون هي أقل سعرا وهي ملائمة للمستهلك التشادي. السلع الكاميرونية صحيح ليست منافسة للجودة العالية لكنها تكفي متطلبات السوق التشادي أو المستهلك التشادي. فهذا أيضا قبل ما نرجع لأستاذ أبو بكر يحدثنا حول إيجابيات التكامل أو إيجابيات السمك. أنت بتقول الدول دي كل واحدة منها محتاجة إلى سلع الثانية. تشاد اليوم بصدر اللحوم الحية إلى دولة الكاميرون والكاميرون أيضا عضو في دولة السمك. إذا قلنا غدا كل دولة تستطيع أن تنشئ شركة في الطرف الثاني هل تستطيع أن تستفيد من ثروتها الحيوانية التي تنقل حية إلى هذه الدول؟ ممكن إذا تم تطوير هذا القطاع الحيوي والهام والذي كان في المرتبة الأولى قبل البترول. إذا تم تطوير هذا وأنشأت مثلا مذابح آلية وجهز هذا هناك يكون الاستفادة الأمثل لتشاد. لكن هذا يتطلب تطوير هذا القطاع لأن يعني المسألة تحتاج إلى موارد مالية. ولكن الآن أظن هناك مشروع مشترك سلخانة الكبيرة المركزية هذه قد تسهم في الاستفادة الأمثل للثروة الحيوانية لأن هناك الآن طبعا الطرق التقليدية الحيوانات تساق حية عبر الحدود لكن هذه المسالخ الآلية يتم استخلاص الجلود. صحيح. وهذه تدخل في قطاع صناعي هائل جدا. صحيح. وربما يؤدي إلى توطين صناعة الجلود وتطوير الذي تقلص إلى حد الحرفية الآن إلى إنتاج ربما يستفيد منه مستثمرين آخرين يقومون بإنتاج ذات جودة عالية وشركات دباغة وما شابه ذلك. تمام. إذن المسألة يحتاج إلى تزامن وقتي وأيضا تطوير كيفي وكمي. تجمع السماك بصفة عامة إذا كان تحدثنا عن إيجابياتها بصورة عامة حتى يستطيع المشاهد كونه يعرف أن هذا التجمع بالفعل هو له إيجابيات تستفيد منها تلك الدول. في هذه النقطة يعني ممكن نقدر نقول السماك يعني أو إجمالا كل الدول التي تهدف إلى إقامة التكامل بينها لها درجات تصلها وتتدرج من قلنا من منطقة تجارة حرة إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي. فإيجابيات السماك أول شيء يعني قصر عملية وصول إلى التكامل هي السياسة الوحدة وحدة العملة بين الدول الأعضاء. هذه قربت إمكانية انتقال السلع والخدمات والأفراد وعملية التكامل بصورة يعني هي صحيح كانت قامت على أساس استعماري لكن إنها أدت بشكل إيجابي إلى إمكانية التقارب بين السياسات الاقتصادية والنقدية وحدة العملة. وحدة العملة. بالإضافة إلى ذلك التنوع الموارد في بعض في معظم الدول. نجد مثلا تشاد عندنا يعني نتمتع بثروة حيوانية ما شاء الله عليها يعني
حوالي أكثر من 90 مليون رأس. صحيح. فهذه إمكانية التكامل نستفيد به في أنه يتم تصدير هذه الثروة الحيوانية إلى الدول الأعضاء وتصديرها إلى خارج الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك التنوع في بعض المحصولات النقدية مثل القطن. القطن هذه مثلا عند التشاد والكاميرون تنتج كمية هائلة من القطن سواء طويلة التيل أو قصيرة التيل أو قصيرة التيل لأنها حوالي 62 ألف طن سنويا من الكاميرون وتشاد أكثر من 25 ألف طن. بالإضافة إلى ذلك عندنا السكر في الكاميرون تمتاز بهذا بالإنتاج وقلة السعر. بالإضافة إلى ذلك عندنا توليد الطاقة الكهربائية هذه أيضا من الإيجابيات التي تستفيد منها الدول بسبب التكامل. بالإضافة إلى الغابات بين الاستوائية بين كاميرون وإفريقيا الوسطى الثروة الغابية الهائلة التي يمكن أن تستفاد منها في صناعة الأخشاب والورق بين الدول الأعضاء. عندنا في الكونغو أيضا ثروة الغابون كلها تتمثل بثروة يعني ثروة هائلة في مجال الغابات. عندنا بالإضافة إلى الثروة السمكية يعني تقدر مساحة الإقليم حوالي أكثر من في حدود 550 كيلومتر مربع 550 ألف كيلومتر مربع سمكية عجيب. إذا استغلت لذلك بس عندنا مشكلة في البنية التحتية هي اللي هي تعيق إمكانية الوصول وإلا فجميع هذه السلع النقدية بالإضافة إلى البترول البترول وإن كان يصدر إلى خارج الدول لكن في بعض عندنا دولة مثلا إفريقيا الوسطى هي دولة غير منتجة فهي تستفيد بيتم تصدير البترول من الدول المنتجة البترول إلى هذه الدولة والدول الأخرى تستفيد بتصدير هذه السلعة إلى الدول الخارجية فإمكانية قيام هذه أيضا في ممكن العامل الديموغرافي الاتساع المساحة بين الدول بعض الدول مساحتها قليلة مثلا أكبر دولة تشاد في الجماعة وأصغر دولة هي غينيا الاستوائية فإمكانية الاستفادة من التنوع الديموغرافي أيضا اختلاف الثقافات أيضا يؤدي إلى إمكانية زيادة قوة العلاقة بين في التكامل الاقتصادي بشكل عام لكن يتوفر يتطلب كل هذا الإرادة السياسية الإرادة السياسية لهذه لرؤساء دول هذه الجماعة في حال تسخير القوة بين الدول هذه فإن شاء الله سنرى في القريب العاجل الوصول إلى إمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي. جميل. دي كلها إيجابيات اللي تذكرتها دي كلها إيجابيات موجودة في الدول دي في دول فيها غابات في دول فيها سمك وفي دول فيها ثروة حيوانية ضخمة. الآن دول السماك تسعى إلى تحقيق هذا التكتل والاستفادة من الأشياء التي أنت ذكرتها الآن ولكن هل بالإمكان تطبيق أو بالإمكان تنفيذ ما خرجت به قمة جمينة على أرض الواقع ممكن تستفيد منه تلك الدول؟ قمة جمينة أهم نقطة طلعت بها وهي تطبيق حرية انتقال السلع والخدمات وهذه يعني منذ المرحلة الأولى دعت إليها القمم السابقة إلا أنها وجهت ببعض المعوقات لكن أهم هذه حرية انتقال هذه تسرع من عملية اكتمال التكامل الاقتصادي بين كل نقطة أو كل مصطلح لابد أن نفصله حتى يستفيد منه المشاهد. أيوة. أنت بتقول من أهم ما خرجت به قمة جمينة هو عملية حرية تنقل الأفراد والبضائع. تنقل الأفراد عرفنا كونه الأفراد يتنقلون بكرت عادية أو كرت المعروفة الإندية دي ممكن تمشي بها الدول الست دي ما في حد يسألك بكرتك دي. أيوة. ده معروف لكن حرية تنقل البضائع هل بمعنى كون البضائع تمر بين تلك الدول من غير جمارك ولا حرية تنقل البضائع شنو المقصود بها؟ حرية التنقل عندما ذكرت لك الإيجابيات التكامل وكل دولة تتميز بنوع من البضاعة فالدولة الأخرى تستفيد منها في عملية التبادل يعني الآن نحن هنا في تشاد نتميز بالثروة الحيوانية مثلا صحيح
مجمل هذه الدول تحتاج الى ان تستورد من 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 تشاد، فامكانيه تصديرها الى هذه الدول يتم ان طريق بدون عوائق وبدون حواجز جمركيه. كان في السابق عشان تصدر لاحدى هذه الدول لازم تدفع جمارك او الديوان زي ما نقول. الان في حال تطبيقها يتم تصديرها بدون جمارك، ما عدا ممكن بعض الرسوم البسيطه. ازاله الحواجز بين الدول الاعضاء، يعني اي دوله تريد ان تصدر للدوله الاخرى تستطيع ان تصدر بدون اي معوقات. وتوحيد التعريفه خارج الدول الاعضاء للدول، مثلا اذا انت تريد ان تصدر للكاميرون يكون بدون اي تعريفه جمركيه، اذا تريد ان تستورد ايضا تستورد من 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 الكاميرون، لكن اذا تريد ان تستورد من خارج السماك هنا وضعت الجماعة تعريفة جمركية، وأيضا التعريفة هذه وضعتها بنسبة 1.5% أو 1% لكي تمول بها عملية التكامل. يعني إحنا أغلق شلنا الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء ووضعنا تعريفة جمركية للدول الأعضاء في كل حدودها. مثلا إذا سلعة جاية من السودان وتريد أن توصل إلى الكاميرون، خلاص في هذه في تعريفة جمركية للسودان. إضافة إلى ذلك في نسبة 1% من التعريفة هذه لتمويل عملية التكامل، عشان الجماعة فيها معوقات. صحيح. مثلا البنية التحتية كذا معوقات سنذكرها لاحقا، المعوقات هذه تحتاج إلى تمويل. فالدول الأعضاء كان اقترحت انه يتم فرض تعريفه جمركيه على السلع الوارده خارج الجماعه لكي تمول بها الجماعه العمليه التكامل. جميل دكتور، كلام جميل جدا، وكلام حول المجموعه الاقتصاديه لدول افريقيا او دول وسط افريقيا السماك، ده كلام محتاج الى حلقات، لان حتى نستطيع ان نستنتج من استفادتنا نحن كشاجين من هذا التجمع. ولكن في بعض الناس يقولون ان اختلاف اللغات والثقافات المتباينه بين هذه الدول السته قد يكون عائق كبير في تطبيق هذا التكامل، ما مدى مصداقية هذا القول؟ لأن في التكتلات الاقتصادية الثانية لو نظرنا إليها نجد شعوبها متقاربة اللغة، يعني تجد لغتين أو ثلاثة، لكن الدول الستة كل دولة اليوم عندها أكثر من 100 أو 200 لهجة محلية واللغات تتعامل بها، فما مدى تأثير هذه اللغات والثقافات على التكامل الاقتصادي لدول المجموعة؟ لا، في الحقيقة إذا نظرنا من زاوية أخرى أنها تثري وتفيد أكثر مما ربما يعتبر عائق، لأن هذا التجمع ليس شعبي. صحيح. ليس عبارة عن مجموعات من ثقافية تتلاقى وكذا، وإنما رسمي بين الدول. والتنوع الجغرافي الآن حتى الإكواس حوالي 14 دولة باستثناء طبعا موريتانيا، انسحاب موريتانيا، 14 دولة فيها الإنجلوفون، فيها نيجيريا وغانا وكوديفا، نيجيريا وغانا، وفيها غامبيا، وفيها غينيا بيساو، وفيها السنغال، وطبعا الفرنفون اغلبهم غالبيه. ولكن طبعا هناك في الاطار الرسمي هناك تفاهم على مستوى النخب، ومستوى النخب لا يستدعي ان يكون هناك يعني النظرة إلى التنوع الديمغرافي الهائل الذي يمتاز بها القارة الأفريقية أو الدول الأفريقية. الآن التعامل داخل بعض الدول الأفريقية يحتاج إلى لغة وسيطة. صحيح. فهذا لم يكن عقبة داخل الدولة. صحيح. فبالتالي أعتقد أن هذا التنوع يضفي نوع من الإثراء، والتنوع دائما هو السبيل لإحداث تراكم معرفي في الغالب، لأن أنت تعرف جانب من الشيء وذاك يعرف الجانب الآخر وذلك لديه إلمام بطرف، وهكذا هي المعرفة. أنت تعطيني ما تعرفه وأنا أعطيك ما أعرفه. نعم. فهذا الآن الكاميرون فيها لغتين أساسيتين. صحيح. يعني ثقافتين. الإنجليزية والفرنسية. صحيح. لكن الدولة مستقرة. صحيح. اقتصاديا، وهي الآن نقول أنها محور السماك في فترة الماضي، وإن ربما المرحلة القادمة يكون هناك نوع من تعدد الأقطاب وتشاد وربما إلى آخره، وغينيا الاستوائية بإمكانياتها المالية الهائلة. فهذا لا يعتبر عائق، وإنما يثري ويشجع على إحداث تنوع معرفي وتراكم
هائلة. نعم. على كافة الأبعاد، ليس البعد الاقتصادي فقط، كافة الأبعاد. يعني 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 كون الدول الستة مختلفة الثقافات ومختلفة الأعداد والتقاليد، هذا لا يمكن أن يكون عائقا، بل هو من الأشياء التي ممكن تستفيد منها تلك الدول، تستفيد منك هذه الدول في إطار هذا التنوع، يساعد على تغير الأهواء واتجاهات، يعني شيء إضافي وهام. تمام، شيء إضافي وتام. طبعا أنت تابعت قمة الجمينة، على الأقل تابعت قمة الجمينة عبر وسائل التواصل. القمة دي صاحبها زخم كبير جدا في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في التلفزيونات الأفريقية، تحدثوا عن قمة الجمينة وقالوا قمة الجمينة تعتبر قمة فاصلة، لأن قمة تحدثت عن 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 أشياء مهمة جدا، وهي الإسراع في الدخول في 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 تطبيق عملية انتقال الأفراد والبضائع. أنت شايف ما مدى إمكانية تطبيق ما خرجت به قمة الجمينة على أرض الواقع؟ طبعا المقصود ب الحرية التنقل ليس السفر العرضي والانتقال الغير قائم على انضباطات معينة، لأنه انتقال رجال الأعمال، الآن رجل أعمال لديه إمكانيات لإحداث مشروع هام مثلا في تشاد، آخر في تشاد ولديه آفاق لوجود سوق تستوعب مثلا سلع معينة ويقوم بتصنيع في قطاع التصنيع لوجود الطاقة بوفرة وما شابه ذلك. فبالتالي هذا الانتقال مقصود به الانتقال الذي يساعد على تعزيز عملية التنمية. صحيح. الانتقال الآخر الذي الدول وضعت بعض التحفظات عنه هو أن يفتح، أن يكون هناك لا تأشيرة، ويؤدي إلى الدول الصغيرة هذه ذات الثراء المتصاعد غينيا الاستوائية والغابون، إذا ما ترك الأمر على هذا الحال ربما يحصل هناك خلل في التوازن الديموغرافي، قد يصل إليها يعني عدد كبير يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الديموغرافي، وأيضا على الضغط على الموارد أو البنية التحتية التي في طور الإنشاء وليست متكاملة. صحيح. فهذه يعني إلى حد ما، وهذه طبعا ليست غينيا، دول أخرى في التجمعات أخرى هناك فحازير من دخول آخر لا يحقق قدرا من المستوى الاقتصادي. صحيح. وقصة دخول اليمن في مجلس التعاون الخليجي، إشكالية الكبرى أن هناك ظروف ملائمة جمعت هذه المجموعة. صحيح. ووفرة اقتصادية معينة في ظروف تكون يعني هناك بون شاسع بين. صحيح. ولذلك يعني منذ أيام كان اليمن في استقرار، ونأمل أن يعود الاستقرار، كان هناك مطالبات مستمرة بالدخول إلى مجلس التعاون الخليجي، والخوف من حوالي 18 مليون إذا وجد جزء منهم في الإمارات أو كذا في الدول ذات الشاشة. يعني المفهوم من كلامك. نعم. كون الدول المجموعة دول استهلاك. نعم. في بعض دول منها لديها ثراء ولديها سكان مثلا قليلون. يعني مثلا جينيا استوائية لو افترضنا جدلا أن سكانها 2 مليون وفتح الباب أمام دخول دون ضوابط ودون حواجز. نعم. أمام دخول أمام السكان الدول المتبقية الخمسة يعني أن يدخلوا جينيا استوائية مثلا، إذا كان دخل في جينيا استوائية 4 مليون شخص، فيمكن يكون حتى الأماكن التي يسكنوا فيها لا يجدوها. نعم، اختلال في التوازن الأمني والاجتماعي وأخرى، يعني في أمور حتى البنية التحتية الآن حديثة لم تصل إلى حد الاكتمال والقدرة على استيعاب جموع. فلذلك هذه التحفظات ربما قدر لها أو إلى حد ما أخذ بها إلى حد ما، ووضع شروط. الرجل الأعمال الآن طبعا هذا مرحب به، ومستثمر من داخل الإطار مرحب به، سلعة تجارية معينة يتم إعادة تصنيعها أو إعادة تصديرها عبر بعد تطويرها أو بعد إدخالها في خطوط إنتاج، هذه كلها مرحب بها لأنها تساهم في الاقتصاد، وهذا هو المطلوب. جميل. الفاعلون. انتقال. نعم. الفاعلون وفتح هامش كون الرجال الأعمال يتنقلون بين الدول الستة مرحب بهم. نعم. نعم. لا يشكلون خطرا، إنما يشكلون جانب إيجابي أكبر من السلبي. نعم. وطبعا يدخل فيها الإطار الآخر فيما يتعلق بالدراسة والطلب إلى آخره وأمور كثيرة. طبعا سنرجع لك في ثنايا الحديث، ولكن يشير إليه المخرج أن الوقت أوشك إلى الانتهاء، فنمر على بعض ما تبقى من هذه الأسئلة. مروا الكرام. أستاذ بكر، بالنسبة للأشياء التي ذكرناها حول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا السيماك، كلها أشياء إيجابية، لكن البعض ذكر أن هناك في معوقات ممكن أن تعوق عملية التكامل، فنريد أن تذكر لنا بعض المعوقات التي يمكن أن تعوق عملية التكامل بين دول السيماك.
صحيح على الرغم من انه في وجود صلات او عوامل ربط كثير بين الدول الاعضاء، الا ان بعض في هناك بعض المشاكل او المعوقات. ممكن نقسمها الى ثلاثة نقاط. اولا الاطار المؤسسي للجماعة عنده مشكلة في عدم العدالة في توزيع المناصب بين الدول الاعضاء. كان السابق طبعا ممكن ننوه للمشاهدين في الدول والجماعة وفي محكمة العدل ومحكمة الحسابات، فكل هذه لها مؤسسات، بالإضافة إلى في مؤسسات أخرى، مؤسسات فنية كالبنوك، البنوك، البنك، أيوه هذا تبع مؤسسات الاتحاد النقدي، لأنه في عنده بورصة الأوراق المالية وفي اللي هو الكوباك، كل هذه مؤسسات تابعة. فكان الأول استئثار بعض الدول على هذه المناصب، غير كده عدم يعني تخصيص جهات متخصصة وإتاحة صلاحيات لها في تنفيذ عملية التكامل، لأن معظم الدول يعني نشوف مثلا لو مسكت في تشاد تجد عملية التكامل الإفريقي موجودة في وزارة الخارجية، وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي، هذه موجودة في الكاميرون وتشاد وإفريقيا الوسطى. في بعض الدول الأخرى تلقاها يعني إدارة في مثلا في عندنا في الكونغو برازافيل هي إدارة في وزارة الاقتصاد. فلا بد من إعطاء يعني زخم أو هيئة مؤسسية كبرى في كل دولة تعني بتطبيق السياسة السياسات الجماعة، بالإضافة إلى عدم أو ضعف عملية اتخاذ القرارات. يعني في السابق كان يتم عقد اللقاءات وقمم، إلا أن تنفيذها لا يتم بسبب ضعف الإرادة السياسية كما قلنا. بالإضافة إلى ذلك عندنا في مشكلات أخرى، مشكلات اقتصادية ومشكلات سياسية. عندنا في المشكلات السياسية مثلا عدم استقرار في المنطقة، يعني شوف حتى الآن عندنا في إفريقيا الوسطى صراع كبير، في تشاد الآن الحمد لله ننعم باستقرار، لكن قبل 2008 شهدنا عدم استقرار في بعض الدول أيضا أو دول الجوار أيضا. عندنا في كونغو الديمقراطية كان في صراعات، هذه الصراعات تؤثر سلبا على استقرار الجماعة. بالإضافة إلى ذلك في عندنا عدم مشاركة شعبية، يعني الآن نشوف بعض الدول يعني هي شعوبها ما محبذة للجماعة بخصوص عدم وعي بفوائد التكامل. بالإضافة إلى ذلك تعدد انتماءات الدول، الدولة مشتركة في أكثر من قطاع، من جماعة اقتصادية أخرى، فدي بتعيق عملية التكامل. عندنا مشكلة أخرى، مشكلة البنية التحتية، ودي تكلمنا عنها، أيوة هي المعضلة عملية التكامل. أيوة بالإضافة إلى ذلك في عندنا مشاكل اقتصادية أخرى أيضا، يعني في عدم يعني استغلال أمثل للموارد بين الدول الأعضاء وارتباطات الخارجية. مثلا نسبة صادرات الدول البينية، يعني مثلا الآن إذا مسكنا صادرات تشاد مثلا إلى الدول خارج الإقليم أكثر من صادرات تشاد إلى دول الإقليم، التجارة البينية يعني ما دي المشكلة الكبيرة اللي هي تعيق عملية إتمام التكامل. وبالفعل دي معوقات، أيوة وبالفعل، لأن حتى هي المشكلة هذه واجهت الجماعة في عدم إتمام عملية التكامل، لأن التجارة البينية ضعيفة جدا إذا ما قلنت جميل دي مقدر حوالي 2% مقارنة بالدول أو التجمعات الأخرى نسبتها أعلى من كذا. في السيديا وعندنا في الصادق كل التجارة البينية أكثر من السيما. دكتور دي كلها معوقات، وأظن الوقت انتهى، أشير إلى المخرج كلمة أخيرة توجهها حول هذا التجمع وحول الاستفادة من هذا التجمع بالنسبة للتشادين بصفة عامة. طبعا هذا التجمع كما أشرنا كان في السابق يعاني من بعض الضعف نتيجة للقطاعات الاقتصادية ضعيفة في الدول وتشابهها، لكن في ظل التنمية القائمة وفي ظل التطور في هيكلية الاقتصاديات الدول المنطقة أو الدول التجمع،
بالإضافة إلى تنامي البنية التحتية إلى الأفضل. أعتقد أن المستقبل مبشر بأن يكون هناك قدر من التبادل التجاري الرسمي القائم على أسس وضوابط ونفع لمجموعتين لكافة الدول المجموعة، بالإضافة إلى انعكاسه على المجتمع بشكل عام وفي كافة القطاعات الاقتصادية للدول السباكة إن شاء الله. أستاذ بكر، طبعا الوقت انتهى ولدينا أسئلة كثيرة جدا حول هذه المجموعة أو دول السماك ومدى استفادة تشاد منها، لكن كما يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وبالنسبة أنتم اليوم أثريتم هذه الجلسة واستفدنا منكم كثيرا، وأظن المشاهد استفاد من كلماتكم الطيبة. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر لكما إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج قضية للحوار، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة والتي قصصناها أن نتحدث بصفة عامة حول التجمعات الاقتصادية الإقليمية وخصوصا تجمع السماك وخاصة القمة التي أقدت في العاصمة نجمينة ومدى استفادة دولة تشاد من التجمع. ولكن في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي فيها، وهما الأستاذ الدكتور صالح أبو بكر علي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك فيصل وعميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية سابقا بجامعة آدم بركة. شكرا بروف، وإن شاء الله سنلتقي في حلقة مقبلة. كما دعوني أن أرحب بالضيف الثاني أو أشكر الضيف الثاني في هذه الحلقة، هو الأستاذ أبو بكر الدسوقي حسن، باحث وطبعا في مجال الاقتصاد، كتب رسالة الماجستير حول هذا التجمع أو المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا المعروفة اختصارا بالسيماك. شكرا أستاذ أبو بكر. شكرا جزيلا لك. وأشكركم أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على طيب المتابعة، واللقاء يتجدد بكم بمشيئة الله في الأسبوع المقبل من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلكم الحين استودعكم الله ودمتم في رعايته.